خالد جرمي برضو خلي بالك، مش عارف انت حافظ الاسم ولا لا. خالد واحد من ابناء قبيله الترابين الشهيره، وخالد بالمناسبه واحد من ابطال مصر، واحد من شباب سينا اللي ساهموا في مواجهه الارهاب بل وضحروا كتفا بكتف مع اخواته في الجيش والشرطه المصريه. بالمناسبه خالد هو واحد من الشخصيات اللي ظهرت في مسلسل الكتيبه 101. ازيك يا خالد يا محترم؟ يا اهلا وسهلا بك استاذ يوسف. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله تمام. يا اخي الواحد بيبقى مبسوط لما بيسمع صوت بطل. حبيبي حبيبي تسلم تسلم. طمني على سينا وطمنا على الترابين. والله سينا كلها بخير والترابين كلهم بخير وكلنا في ظهر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعون الله دايما، سينا في ظهر كل مصر ومصر في ظهر سينا. انا دايما اقول الدم واحد وكلنا مصريين. احنا ماشيين على طريق جدنا الزمان، قالوا لنا ايه؟ وطنك ثم وطنك ثم وطنك. صح. خالد انت وقفت وقفه بطوليه في وجه الارهاب، وقفت مع الجيش ومع الشرطة، في النهاية هو جيشك وهي شرطتك، بس أنا عايز أسمع جزء من الحكاية، يعني قلبك الجامد وروحك دي. والله يا أستاذ يوسف عايز أقول لك حاجة. قول لي. جيشنا وشرطتنا إحنا لما بنخش بنخش كتفين على كتف بعض. صح. لا بنقول جيش ولا بنقول مواطنين، كلنا على يد واحدة. مظبوط. وبنخش يعني مع بعضينا، كلنا واحد. عندك حق 100%، والتنمية جاية لسينا، يعني الشغل بدأ طبعا. انت شوف سينا زمان كانت ازاي ودلوقتي ازاي. دلوقتي الامان والتنمية وكل حاجة شغالة دلوقتي. يعني انا شايف خالد انه الشغل في سينا، احنا كنا زمان يجي يقولك مثلا ايه مزارع سينا، لكن دلوقتي المسألة ما بقتش بس مزارع سينا، هي بقت مزارع سينا وبقت مصانع في سينا، ويبقى في تنمية شاملة في سينا، ويبقى في مجتمعات سكنية وعمرانية ضخمة في سينا. بس انت يعني اللي تشهد يعني. يعني مزارع وطرق جديدة دلوقتي اتفتحت، طرق ما كناش متخيلينها. يعني مزارع وطرق وتنمية. الحمد لله، يعني الحمد لله من حمد ربنا. الحمد لله. الدنيا بقت في الأحسن والأحسن والأحسن. وغير كده يا استاذ يوسف يعني السياحه دلوقتي سينا فيها كميه سياحه ما شاء الله كل سنه. الله اكبر. الحمد لله، يعني احنا الدنيا اتغيرت خالص. اول ما تقول كده خمس في وشي، ما يحسد المال الا اصحابه. لا الحمد لله الحمد لله، والله كله بامانه. يعني الجيش وقواتنا المسلحه والمخابرات الحربيه والشرطه كلنا وقفنا ايد واحده. طبعا، وهنفضل دايما ايد واحده. أكيد أكيد يا أستاذ يوسف. أنا بشكرك يا خالد. يا أستاذ يوسف أقول لك يعني القنوات الثانية اللي عمالة تتكلم وتقول كلام عايزه تخرب سينا. مش مبسوطين لما سينا بقت كويسه، مش عايزينها تبقى كويسه. عمرهم ما هيعوزوا شبر في مصر قايم على حيله. مظبوط. عمرهم ما هيعوزوا كده. انت تشهد اكتر مني، انت شفت بعينك. اكيد يا استاذ يوسف اكيد، احنا كلنا وطن واحد اقسم بالله. صحيح صحيح. وكلنا بتهر بعض. ده أكيد، وهنفضل كده دايما. أنا بشكرك يا خالد، مش عارف أشكرك على إيه ولا إيه. ما أقدرش أشكرك على وطنيتك لأنه ده واجبك ناحية الوطن، لكن أشكرك على إنه اديت لي فرصة إن أنا أسمع صوتك ونتكلم ولو دقايق. كل الشكر ليك، أحد أبطالنا وشبابنا الموجودين في سيناء خالد جرمي.